وافق مجلس الشورى خلال جلسته الحادية عشرة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وقد تلا سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، والذي رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء الموقر وإلى سمو ولي العهد وإلى شعب مملكة البحرين الكريم. ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إضافة إلى مناقشة تقرير أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون. واختتم المجلس جلسته بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الآسيوية.